الأمراض الخطرة ما هي؟ أن الذي دائما ينقل الأخبار ما تدري تدريش الوظيفة اللي يعينها الشيطان عليها، يحاكم الناس على مقاصدهم وعلى نياتهم، لأني أنا قد أقول كلمة ولي فيها قصد، ومن يوم تقول إيه أنت تقصد كذا، من يوم تقول أنت تقصد كذا أنت تدعي علم الغيب وتدعي أنك تعلم ذات الصدور وتعلم ما تكنه الصدور. أعوذ بالله، أي جريمة من هذا المدعي؟ أنا لا تستطيع أن تعرف قصدي إلا مني أنا أقول والله ما قصدت إهانتك، وأنت تقول والله قصدت إهانتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا الجريمة هذه يا شيخ. يا أخي القصد نية، والنية عمل قلبي، والقلب لا يعلم ولا يطلع عليه إلا